الكل يعرف أيام العيد، وكنا نتفق على أنها أيام مباركة، وعائلة تزور عائلة، والأطفال تفرح بملابس جديدة، وآخر يوم من شهر رمضان الكل يراقب الهلال. لكن في الحقيقة العيد ليس للجميع. الناس عدها في الظاهر العيد للجميع، لكن عند رب العالمين العيد ليس للجميع. كيف هذا؟ انتبه معي. خلال شهر رمضان واجب على الإنسان يمتنع عن المفطرات خلال النهار، أو يبتعد عن المحرمات أيضا ليل نهار، أو تمسك لسانك عن الكلام الفاحش والغيبة والنميمة. تقول السيدة الزهراء فاطمة عليها السلام: ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه. بالطبع واجب صيام شهر رمضان، لأنه فريضة مثل الصلاة، وتركها يعني ترك واجب عظيم. لكن مثل ما للصلاة شروط حتى تقبل وتكون صلاة صحيحة، أيضا للصيام شروط. فالصلاة مثلا الوضوء واجب، التوجه إلى القبلة، ركوع وسجود وغيرها. للصيام أيضا شروط مهمة، فلو صليت من غير أن تركع أو تسجد أو تتوضأ، هل تعتبر صلاة هذه؟ الصيام أيضا واجب على جميع الجوارح، فإذا كانت الشروط متوفرة إذن يقبل صيامك. نعم، بعد كل هذا ما علاقة الصيام بالعيد؟ استمع لهذه الرواية وفكر معي. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. صيام مقبول وقيام للعبادة مشكور، أو ترك المعاصي والذنوب ثم يكون العيد. ممكن تسأل: يعني حتى بالعيد ما نفرح وما نحتفل؟ الجواب: من قال لا تفرح؟ اخرج وقابل إخوانك المؤمنين، بارك للناس في هذا اليوم، البس أجمل ثيابك، كل هذه أجواء بهجة، لأنك ذاهب لأخذ جوائزك. جوائز، نعم جوائز. مولانا الباقر عليه السلام يقول: إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد: أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم. ثم قال لصاحبه واسمه جابر: يا جابر، جوائز الله ليست كجوائز هؤلاء الملوك. ثم قال: هو يوم الجوائز. بالطبع جوائز رب العالمين أعظم، الله قادر يعطيك الدنيا والآخرة، يقضي لك حوائج الدنيا والآخرة، طبعا إذا كانت حوائج الدنيا اللي تطلبها من صالحك. المهم لا تجعل هذا اليوم احتفال بشكل غير مقبول، بحيث نحول الشوارع إلى غناء، وكل واحد منزل زجاج السيارة ويلوث أسماع الناس، لا من الناحية الشرعية ولا الذوق العام والأخلاق، وكأنه خارج من السجن. الحياة مع الله ليست بسجن، لأن المبتعد عن هذا النهج لا يستشعر الشعور الرائع للملتزم. هناك حالة من الطمأنينة يشعر بها المؤمن الحقيقي، الآخرين لا يشعرون بها. يحتاج الإنسان يطهر من نفسه ويراقبها، ورب العالمين يرزقه لذة المناجاة وذلك الشعور الرائع. تعبير لطيف ينقل عن الشيخ بهجة: إن السلاطين لو يعلمون لذة القرب مع الله أثناء الصلاة لتركوا عروشهم. غير ممكن تشعر بهذه اللذة والطمأنينة حتى تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. بشر الحافي بعد أن ترك حياة اللهو وأجواء الغفلة والترف، وتمسك بحياة الزهد وطريق أهل البيت عليهم السلام، بكلمة من الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، ظل طول عمره على هذا النهج. لو أنه لم يكن يستشعر بلذة حقيقية كان عاد إلى حياته السابقة. ينقل أن الإمام الحسين عليه السلام نظر في يوم من الأيام إلى مجموعة من الناس في يوم عيد الفطر يلعبون ويضحكون، فقال لأصحابه والتفت إليهم: إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه، فسبق فيه قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون. شهر رمضان
سباق للمحسنين، الذي لم يدرك شيء منه يدرك على الأقل ما بقي منه، حتى إذا كان يوم واحد أو ساعة لعل الله يقبلك. اختم شهر رمضان بما يرضي الله، واستقبل العيد بما يرضي الله. تقدم إلى الله سبحانه وتعالى وأقبل عليه بطريق حسن، حتى إذا كنت متأخر، وأن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. ونسأل الله قبول الطاعات ودوام المسرات. إن شاء الله الصيام يكون مقبول والعيد مبارك.